السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم شباب. طبعا اليوم حبينا نشوفكم البيض مال البلابة اللي شوفكم اياهم قبل بالفيديو السابق. ظلنا هنا البلابة اللي عندي، طبعا بلابل وحشيات، يعني اثنين وحشيات جبتهن قبل تقريبا 3 اشهر. طبعا جبتهن كل واحد من المكان، يعني كان ما متوالفات، لكن الحمد لله بيضنا قبل تقريبا 5 ايام لما نعيش. طبعا توالفن بسرعة يعني رهيبة. انا قبل هم جان البلابل بس ما يعني ما متوالفات، عندهم بيضات بسرعة تقريبا ظل عند 2.5 سنين يلا توالف انهم بيضا. بس الحمد لله يعني ان الزوجين اللي جبتهم قدامكم يعني خلال تقريبا خلال 2 الى 3 شهور توالفا الزوجين، وهسه بيضا عندي الحمد لله خير من الله. صار 5 ايام خل اشوفكم البيض مالتهم. هذا البيض مالتهم اذا شفتوه، طبعا هن 6 بيضات. هسه يقولون ليش 6 بيضات؟ لا، هن بالحقيقة يعني 4 بيضات بيضا، 4 بيضات بيضا، بس عندي زوجين فوق بيضا وما يعني ما نامن على البيضات. ما اعرف السبب، خافين، ما اعرف شو، انهم وحشيات. فجبتهن نزلتهن هنا، اللي تحسن ما حرامات يعني خربا. ويعني البلبل بالعادة يبيض 5 بيضات، يعني بيضة واحدة يعني مو فرق. والحمد لله يعني هي نامت عليهن، ما يعني ما استغربت من البيضات التنين خليتهن. هي يعني النثية ما شاء الله عليها يعني كلش حنينة. هاي النثية اذا تشوفون، هاي الجوة، هاي الجوة، هذا فوقها الفحل مالتها. طبعا النثية كلش حنينة، مع العلم هي وحشية، بس يعني تنام على البيض وعدة مرات تصعد وانزل، يعني ما تهجي من البيض، ما تعوفها، تعوفها يعني لحظات وترجع ورا ما اطلع. طبعا انا هم قللت الطب عليه هنا لين تعرف وحشية، هاي خاف تهيج وما تنام على البيض. فباليوم يجوز اطب لهم مرة واحدة بس، اعطيهم اكل واطلع، حاول اقلل من الطب مالتي، لان هذا بلبل وحش ومو قول اليف انت مربي على ايدك، وما صار له هواي بالمحمية، يعني ما اكثر عليهم الطب. طبعا هذا العش مالتي اذا تشوفونه فوق، عزلته فوق، هاي بالطاسة، هاي البيضة. طبعا البلاب اللي يحبن المكان المرتفع العالي، هي سويت لنا عشاش. تشوفون هذا 1 هذا 2، ما يحب المكان العالي. تحياتي لكم شباب.